أعرضها على حضرتك لو هي هي الخطة دي الخطة إن كل زرعة عندها الشتاء تتعرف وتقول آخر الشتاء إزاي نكبرها إزاي نرميها أو الشتاء كلنا فيها تمام؟ تتجمع بس كده وتتحط زي بازل كده بتتجمع ويبقى دي خطة إعلامية للدولة مش تجاهها أو بدل ما نشتغل كده في وزر المعادلة لا احنا كده يعني استغلال النهارده بجد يعني ده كافي جدا بس ازاي كلنا نتحرك ونتبنى هذه الرساله سواء رساله خاصه بالشغل رساله خاصه بدور العباده رساله خاصه بالتربيه والتعليم رساله خاصه بالدستور الثقافه كلنا بقى نبدا نتبنى هذه الرساله ندعمها ويبقى دي الخطه بتاعتنا هي شو تفكر كمان هي بتاعتنا في حاجات كتيره من الانشطه بتاعتهم كنا عاملين هنا قريب جزء من الشغل بتاعهم وهم لا يعملوا جهد منهم يحاولوا يشاركوا الناس معاهم كنا نعمل جمهور بس حصل تاخر شويه بس هنرجعوا تاني ان شاء الله. اضيف للمجهود الطيبه والمطروحات الممتازه اللي طرحها اخواننا اعضاء المنصه الكرام. هنوه بس بشيء بشكر فيه فعلا وزاره الموارد المائيه والريف عن شيء يعني رايته بعين راسي وكنت احد اعضائه يعني في المحاوله فيه. من مارس 2015 تم توقيع بروتوكول بين وزاره الموارد المائيه والري وفضيله الامام الاكبر الازهر الشريف. للعام الثالث على التوالي هذا البرنامج تم في مرحلتين، المرحله الاولى وصلنا فيه ل 15 محافظه وكان لي الشرف ان التقي مع الباشمهندس هشام في عدة محافظات قمة أسوان الأقصر المنوفية الشرقية قضينا أكثر من 14 محافظة في المرحلة الأولى المرحلة الثانية بدأت فعلا وهي التوعية بالحفاظ على المياه بنجمع فيه باختصار في المحافظات السادة والوعاظ الأزهر الشريف كان في المرحلة الأولى مقتصر على الوعاظ الأزهر الشريف وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية والمدرسين بيتم تجميعهم في اكبر قاعه في المحافظه بالتنسيق بين الازهر وبين الوزاره وبين وكيل وزاره الموارد المائيه والري فيها والعناصر الازهريه الموجوده هناك بيتم تجميع اكثر ما لا يقل عن 300 فرد في كل مره لان الوعاظ دول اللي بيمتلكوا بيقولوا لهم المساجد بيدوا دروس فيها مثاليه بيوعوا الناس بفلسفه الحفاظ على المياه اقتصد ولو كنت على نهر جاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوعاظ دول لهم دروس في مراكز الشباب لهم دروس في كتب الثقافه لهم الواعظات ايضا لهن دروس مع السيدات في القرى وفي الربوع وبيتم التوعيه بالمياه وضروره الحفاظ عليها واشعارهم بالخطر اللي هو هيلم بالجميع اذا فرطنا في هذا الجزء من الماء. المرحله الثانيه بدات منذ 6 أشهر ودي توجهنا فيها للمحافظات الحدوديه وكان اليوم اللي طلع صراحه ما اشار به الباشمهندس هشام والاستاذه ايمان نفس الاداره ان احنا نشرك معانا اخواننا الاحباء اللي هم معانا في بيت العائله المصريه من الكنيسه المصريه. وفعلا بدانا من 6 أشهر في كل محافظه بنروحها بيبقى نص الناس موجوده من الوعاظ ونصهم من القساوسه اللي موجودين في نفس المحافظه. وبنوصل لهم في محافظاتهم كل واحد في محافظته لا نكلفه سفر وانما اللجنه تتنقل من محافظه الى الاخرى. برضو حصل ان في المرحله الثانيه دي تم الاتفاق على عده امور. كنت قلت للباشمهندس هشام وانا بتنسى طبعا فرصه وجود ممثل وزاره التربيه والتعليم لو يرجع تاني زي الاول على ظهر كل كتاب يبقى فيه لفته جميله توعيه حافظ على قدره المياه. المياه تساوي الحياه. يعني عايزين نقول النصوص مقدسه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا ريت وزاره التربيه والتعليم تتبنى هذه الفكره كما كانت من قبل ولو ملحوظه خفيفه سريعه روحها خفيف كده على نفس الطالب ونفس المعلم ونفس والكتاب ده بيلف كل القرى والنبوع والمدن والمحافظات الحضر منها والمدينه. لو ترجع للملاحظه البسيطه دي بس على كل كتاب اشاره في سطر او اثنين لاهميه المياه. برضه اتكلمنا مع الباشمهندس في اللقاءات اللي جمعتنا في اكثر من محافظه ان احنا ممكن ننتج فيلم باعتبار ان الشعب المصري يعني شعب متدين اللي
اذا الامر جاله من جهه الدين هيكون اكثر تاثيرا فيه، يشترك فيه حد من الازهر الشريف ومن الكنيسه المصريه بالتعاون مع حضراتكم، ويعرض هذا الفيلم القصير في مده 5 دقائق مثلا على قناه النيل الزراعيه او بالتنسيق مع التلفزيون المصري ويعرض في برامج قوميه. كنا اشرنا برضو ان في صباح الخير يا مصر نديله حاجه اسمها 5 في 5. بعد ذلك باشمهندس انا هطرح الافكار اللي احنا طرحناها سويا عشان برضو يعني تلقى النور. نديله في 5 دقائق بس برنامج حاجه هنسميها 5 في 5، كان بقى نصف اذنه عبر التلفزيون المصري على الشاشه الاولى كل يوم في الصباح في صباح الخير يا مصر، ازاي نحافظ على الميه النهارده؟ ودي معلومه لست البيت المتواجده في البيت طول اليوم، ازاي دينيا وثقافيا واخلاقيا ووطنيا انها تحافظ على قطره المياه اللي في بيتها ولا تسرف فيها. فيا ريت التربيه والتعليم يعني تتبنى فكره مطريات بسيطه او على جلد كل كتاب يطبع معلومه بسيطه في سطر او اثنين. كمان بنتهز فرصه وجود الدكتوره حنان موسى طبعا ونشاطها ملحوظ ما شاء الله في وزاره الثقافه، ان احنا يكون في نخصص مثلا في مطبوعات الاكثر تداولا بين الناس، مطبوعات مكتبه الاسره مثلا، كتيبات او بروشورات توزعها الوزاره في الحفاظ على المياه وكيفيه الحفاظ عليها. شكرا لك. شكرا. طبعا دي افكار جيده. دور طبعا الازهر والكنيسه طبعا